أهلا بيكم في فيديو جديد من مجلة الحياة. قصتنا النهاردة عن حياة الفنانة نادية عزت اللي دامت مسيرتها الفنية لأكتر من 50 سنة وأدت أدوار رائعة، منهم الأم خفيفة الظل والجدة الحنينة والحماه الشريرة في بعض الأحيان، وكمان لعبت دور مميز في مسلسل يوميات ونيس وجسدت شخصية أم عبلة. وعلى الرغم من عدم حصولها أبداً على دور البطولة المطلقة إلا إنها مازال ليها ركن خاص في أذهان الجمهور. هنستعرض معاكم تفاصيل مهمة عن حياتها وسبب وضعها داخل شوال في فترة حملها، تابعونا. اسمها الحقيقي بوسينة إبراهيم حجازي، واتشهرت في الوسط الفني باسم نادية عزت. اتولدت يوم 22 فبراير سنة 1938، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة، لكن بسبب حبها للفن اتجهت لتقديم بعض المسلسلات الإذاعية والأعمال المسرحية. بدأت انطلاقتها الحقيقية من خلال دورها في فيلم أحلام البنات سنة 1959، ومن بعده قدمت مجموعة من الأدوار الصغيرة زي فيلم المراهقات سنة 1960 وبقايا عذراء سنة 1962 والمجانين في نعيم سنة 1963. ومن كتر عشقها للفن ما بخلتش عليه بوقتها، لدرجة انها في فترة حملها قدمت دور فهيمة البنت الفلاحة في فيلم معبودة الجماهير سنة 1976 مع العندليب عبد الحليم حافظ والفنانة شادية، وده جعل المخرج يصر في مشهدها الاخير على وضعها داخل شوال يغطي نص جسمها عشان ما يظهرش حجم بطنها الكبير، لكنها قبل وفاتها ندمت على تجسيدها الدور ده، وده لان الناس مش بيفتكروها الا بشخصيتها الشريرة فيه. وقالت في حوار تلفزيوني ليها انها حصدت الكثير من الغضب والكره بسبب دورها في فيلم معبودة الجماهير، حتى ان واحدة من معجبات عبد الحليم حافظ لما شافتها صدفة في الطريق كانت هتضربها وبصقت عليها بسبب مشهدها اللي فرقت فيه بين البطل والبطلة. لمعت الفنانة نادية عزت في التلفزيون اكتر من السينما، فقدمت مسلسلات منها ادم وحواء والشيطان واشجان وغصن الزيتون وعائلة الاستاذ شلش والمال والبنون. أما بالنسبة لحياتها الخاصة فكانت الفنانة نادية عزت حريصة كل الحرص على إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، فالمعروف عنها إنها متزوجة لكن هوية زوجها وأولادها غير معروفة. وفي فترة من حياتها قررت ارتداء الحجاب والتقرب لربنا، ورفضت لعب أدوار النصابة أو العاشقة اللي مش بتتناسب مع وقار حجابها، وقدمت آخر أعمالها سنة 2010 من خلال مسلسل إذاعي بعنوان قصة حبي، وكمان الجزء السابع من مسلسل يوميات ونيس. ورحلت عن عالمنا يوم 21 مايو سنة 2011 عن عمر يناهز 73 سنة، بعد ما تركت لينا الكثير من الأعمال الفنية اللي وصلت لحوالي 250 عمل فني.